من أخوان وأخواتي أن يسمع معطاوي وتحليلاته الرائعة. معطاوي يقول: بالماضي اختار الطوغو لإجراء تربص المنتخب حتى يتفادى هذه الصدمة. تعالوا اسمعوا معي أجمل تحليل تسمعوه من معطاوي، وأتمنى من الأخوة المشاهدين معي لأول مرة في هذه القناة وضع اللايك والاشتراك فضلا وليس بالأمر. هيا بنا نسمعه. لا يتحكم فيه رجل آخر غير جمال بلماضي، والاختيار الذي وقع عليه هذه المرة في طوغو كان من خيار الناخب الوطني دون غيره ودون سواه. هو الذي اختار هذا البلد، وهو الذي أصر على الذهاب إلى هذا البلد لكي يجنب لاعبيه الصدمة المناخية التي قد يتعرضون إليها بذهابهم إلى كوت ديفوار. ليعلم الجمهور الرياضي بأن هناك العديد من اللاعبين كانوا يعيشون قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في درجة حرارة قد تصل إلى الصفر أو إلى 5 تحت الصفر. تخيل كيف يقطعون هذه المسافة إلى كوت ديفوار ويجدون أنفسهم تحت مناخ 40-38 درجة. هذه صدمة مناخية لا يستطيع تحملها أي كان. أعود إلى هذا الاختيار وأقول للذين يتحدثون أيضا كيف وقع الاختيار على بولندي وعلى الطوغو، ليعلم هؤلاء بأن أولا للذي يبحث عن المنتخبات القوية أذكرهم بأننا المنتخب الإفريقي الوحيد الذي تبارى مع التوب 5 في السنة الجارية. لا يوجد هناك منتخب إفريقي آخر ذهب لمبارزة الأقوياء في إفريقيا مثل ما فعله المنتخب الوطني الجزائري. يعني عدا المغرب تبارينا مع أحسن المنتخبات الإفريقية دون منازع. هذا الذي يتحدث عن حجم المنتخبات التي اخترناهم في هذا التربص. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما اخترنا البولندي واخترنا الطوغو، ليعلم هؤلاء أيضا والذين يتحدثون عن المنتخبات الثانية لهذا البلد سواء البولندي أو بصورة أقل الطوغو، يعني هذين المنتخبين متشكلين من لاعبين محليين. وللذي يتحدث على غياب بعض اللاعبين المحترفين في الطوغو وليس في البولندي، أذكرهم بأن القوانين أيضا واضحة وعليهم بالبحث مثل ما طالبتهم بالبحث عن القوانين التي تحكم قطر في جائحة كورونا، وطالبهم بالبحث أيضا في القوانين التي تحكمها الفيفا. الفيفا اليوم فتحت تاريخين من تواريخ الفيفا بالنسبة للمنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس إفريقيا دون غيرها. يعني لا يستطيع منتخب يعني مقصى من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا أن يلعب مباراة في تاريخ الفيفا ويعني يحضر لاعبيه المحترفين. بعض اللاعبين في منتخب الطوغو من المحترفين، عدا ذلك الأغلبية من الطوغو مشكلين من لاعبين محليين، والأغلبية الساحقة من البولندي من اللاعبين المحليين أيضا. وجمال بلماضي اختار وطالب بضرورة التباري مع منتخبين من الصنف الرابع في تصنيف الفيفا. لا يريد في خوض هذه المباريات من حيث الجهد العضلي والبدني وما إلى ذلك. العمل سوية قبل هذا التربص. تبارينا مع تونس، تبارينا مع نيجيريا، تبارينا مع المالي، تبارينا مع مصر، تبارينا مع السنغال، تبارينا مع أقوياء إفريقيا. اليوم نحن نحضر لبعض التفاصيل في هذا التربص القادم وليس أكثر من ذلك.